خلونا كمان نروح لحاجه تانية. امبارح كان في ثلاث حفلات مهمه في مهرجان محكه القلعه. الجمهور امبارح كان مستمتع بحفله للفنانه نوال الزغبي اللي اول مره بتشارك في المهرجان. وكمان في حفلات لمواهب في الاوبرا واوركسترا النور والامل، واللي قدموا مجموعه في الحقيقه من الاغاني اللي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير جدا. خلونا نشوف ازاي في التقرير اللي جاي. بين أسوار قلعة صلاح الدين امتزج التاريخ بالفنون، وفي الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى والغناء الجميع هنا تحدث بإيقاع الطرب والإلحان لنخبة من نجوم الغناء والفرق الموسيقية. صراحة يعني أول مرة أنا بغني بهذا المهرجان الضخم، وال يعني شرف كبير إلي أن أكون موجودة فيه بهالقلعة التاريخية العريقة. وكيف إذا بمصر بلد الثاني وبين أحبابي وأهلي وأصحابي والناس اللي بتحبني واللي بموت فيهم، ما في أوصف لك سعادتي وهيك حبي، ومش مجرد أطلع على الستيج حتى نغني الأغاني اللي هن بحبوها واللي أكيد حخليوني يشاركوني بالمغنى الله راد. هن بيعرفوا انه محبتي لهم ما بتنوصف، كثير كبيره. نجاحي بهالبلد تاريخي ما حانساه بكل حياتي. و يعني انا دائما بقول لهم النجاح بمصر غير. بصراحة الجمهور كان حلو جدا وكان مشجع جدا، واحنا كنا مبسوطين قوي ان احنا بنشارك في مهرجان زي مهرجان القلعة. لا، هي الناس تفاعلت معانا جامد قوي الصراحة، واحنا يعني كنا مبسوطين بجد، واننا يعني شاركنا في مهرجان القلعة وكده بقى. واليوم كان حلو بصراحة. عزفنا حاجة اسمها على شط النيل، عزفنا فيها حاجة حلوة، ومقطوعات بقى كلاسيك لمؤلفين عالميين يعني زي فراندول لبيزيه، ده مؤلف فرنسي. هو بصراحة احنا استمتعنا كلنا جدا، وبصراحة الجمهور كان عريق جدا، وبصراحة حمسنا قوي ان احنا نقدم احسن حاجة عندنا. فحقيقي كنا مبسوطين جدا النهاردة واحنا في مهرجان القلعة، دي كانت حاجة بسطانة جدا يعني، كنا بنعزف واحنا فعلا مبسوطين. تتواصل لأول مرة فعاليات المهرجان على مدار 18 يوم متتالية، تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان، خاصة لسعر التذكرة في متناول جميع الأسر المصرية. نوال الزغبي طبعا يعني فنانة عظيمة وقديمة وعريقة، والجمهور المصري كله بيحبها. المكان عامة يسحر جدا، والحفلات تحفة، البندات بتاعت الصبح نوال الزغبي أبدعت جدا جدا، كنا كلنا مبسوطين بجد، وبشكر جدا مهرجان القلعة. بصراحة حاجة رهيبة رهيبة بصراحة، أنا أول مرة أجي وإن شاء الله مش آخر مرة. والحفلة النهاردة ونوال كانت مكسرة الدنيا يعني بجد بجد، يعني أنا أول مرة أجي وإن شاء الله تتكرر بإذن الله. بصراحة نوال الزغبي كانت عاملة جو رائع جدا جدا، وكلنا استمتعنا بصراحة، يعني كان الجو جميل جدا، وإحنا فرحنا جدا إن إحنا شفناها وبوجودها في مصر عموما يعني. لا طبعا الحفلة في منتهى الجمال،
واصلا انا اصلا يعني اللي انت حضرتك ما تعرفوش ان احنا من حباء الاوبرا اصلا، ولينا اصحابنا ولينا حبايبنا هناك في الاوبرا. لا طبعا ده مكان اثري جميل جدا وليه تراث وليه اثار وليه تاريخ كبير، واحنا مبسوطين ان احنا موجودين هنا. وطبعا حفله نوال الزغب النهارده ممتازه فوق الممتازه حقيقي، احنا بنرحب بيها وبنقولها بنحبك يا نوال. شوف عيونك عم تشتاق لي، بسمع صوتك لو ما احكيك، حس بقلبك عم ينتهي، لاقي حالي لعندك شيء.